التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في كل مكان اينما كنتم. نتواصل مع الانطلاقات، نتواصل مع التحديات، نتواصل مع الابداعات، الانطلاقات الصباحيه التي تحمل هذه الاسماء وسن البطامين. شوطنا السادس خصص للقعدان البطامين المشتركات والكيلو والنص مباشرة مع الصدارة مع المقدمة ومع بداية هذا المسار. عشاق راشد بالواتر المزروعي يأتي على الصدارة ويقدم عشاق، بينما المركز الثاني القادم هتاش وعبد الله بن علي بن عقيدان الوهيبي ياتي ويقدم هتاش. المركز الثالث القادم البدع وسالم بن محمد بن طهميمة بن كردوس العامري ياتي مع المركز الثالث. تابع بقية الاسماء، بقية الشعارات الحاضرة والمنطلقة الباحثة عن ناموس هذا الشوط، ولكن نعود مع عشاق راشد بالواتر المزروعي ياتي على الصدارة، ياتي على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هتاش وعبد الله بن علي بن عقيدان الوهيبي ياتي مع هتاش. المركز الثالث اللي غير في هذه اللحظه بدا ينطلق شباب حمدان بن محمد بن سويرم العامري ياتي ويقدم لنا شباب في هذا الانطلاق. البلوشي قادم، البلوشي قادم مع انطلاقه مشاهدينا الاعزاء متعود وسعيد بن عيسى بن سالم البلوشي، ولكن بن سويلم، ولكن بن سويلم راح مع الانتصار، راح مع الابداع، راح مع الابداع. حمدان بن محمد بن سويلم العامري ياتي على الصدارة والقادم شاهين مطر بن عبد الله بن يوعد، مطر بن عبد الله بن يوعد، مطر بن عبد الله بن يوعد مع شاهين، مع شاهين بدا يغير في اللحظات الاخيرة. مطر بن عبد الله بن يوعد الحميري تهانينا والناموس. المركز الثاني حمدان بن محمد بن سويلم العامري. المركز الثالث سعيد بن سالم بن او سعيد بن عيسى بن سالم البلوشي مع متعود. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء بتوقيت زمني ومقداره 2:17. التوقيت المصاحب مع شاهين مطر بن عبد الله بن ياعد الحميري.